مساء الخير يا أهلين وسهلين، واليوم رجعنا لكم بقصة جديدة. فقبل ما نقول قصة اليوم، الله يعطيكم ألف عافية على الناس اللي قاعدة تسأل تقول أسامة وش فيك قاطع ما عاد صرت تنزل في القناة. الفترة اللي فاتت هذه كلها مشغول، والفترة الجاية برضه راح أكون مشغول أكثر وأكثر. خلال أسبوع ونص راح يكون كل شيء منتهي. فقبل ما نبدأ في قصة اليوم، قبل ما نبدأ في المقطع ونقول أي شيء، إذا كنت أنت تسمعني الآن لا تنسى تضغط على اللايك، وإذا حاب تشوفني مرة ثانية اشترك في القناة وفعل جرس التنبيهات. كثير من القصص تعلمنا أن الدنيا هذه سهلة وأن في ناس اجتازوا المراحل اللي انت فيها. القصة دائما تعلمنا على السياق هذا، ودائما الناس تذكر لنا قصص قديمة نتشجع فيها في المستقبل. والقصص أنواعها كثيرة، في قصص تخليك حزين، في قصص تخليك سعيد، في قصص تعطيك شجاعة، وفي قصص ولها أنواع كثيرة. وقصتنا اليوم راح تكون عن الفقر، وإن الفقر ليس ضعف، ونحن كلنا فقراء إلى الله، وإن الفقر مو بس إنك أنت فقير في المال، بالعكس في ناس كثيرة فقيرة بالمال بس غنية بالمخ وغنية بالمعرفة. متدرج بيننا حنا يا المجتمع ممكن بنسبة 20% إن الشخص الفقير دائما يبقى ضعيف. يا كم من رجل صنعه الفقر، يا كم من طفل صنعه الفقر حتى أصبح رجلا لا يهزم. فالفقر مو عيب، والفقر أنت ما تختار أنك أنت تكون من سلالة غنية أو من سلالة فقيرة. ونرجع ونقول كلنا فقراء إلى الله. واليوم راح أطرح لكم قصة لجون إجرين، المؤلف لكتاب الخطأ في نجومنا. في أواخر الثلاثينات القرن الماضي، حقق الاتحاد السوفيتي أكبر البنوك الموجودة في العالم. والبنوك هذه مو مثل ما نعرف حنا اللي هي بنوك المال، بل بنوك البذور. وكان البنك هذا الأكبر في العالم، والبنك هذا يحتوي على 250 ألف عينة، منها البذور ومنها الأعلاف ومنها الحبوب. والمحاصيل هذه كلها كانت تحت قيادة العالم الكبير نيكولاي بابيلوف. صنع العالم هذا المكان كله وحطه تحت سقف الاتحاد السوفيتي. ونيكولاي كان مؤمن أن هذه الأشياء راح تحفظ المجاعة في العالم وراح تخلي الناس عايشين بلا فقر. وقام وأسس البنك الكبير هذا مع رفقاء الموجودين في ذاك المكان، وانطلقوا ذاك اليوم واتجهوا حول العالم عشان يجمعون البذور والشتائل الموجودة حول العالم من جميع من آلاف الأصناف. بعد ما جمعوا الآلاف من البذور ومن الشتلات، قرروا يحفظونها في الصناعة النباتية في ليغندغراد. وعلى أطراف المؤسسة هذه بعدة أميال كان في مزارع كبيرة من البطاطس الموجودة حولها. وكان ماسك المنطقة هذه لبعيدة عن المؤسسة وخارج المنطقة اللي هو شخصين، أبراهام وأوغوف. وقاموا العلماء يجمعون البذور حول بعض ويحافظون عليها ويشوفون درجات الحرارة اللي حولها وبرضو شدة الإضاءة اللي قاعدة تتعرض لها البذور. ولكن كل شيء تغير بعد ما قامت ألمانيا بقصف روسيا في عام 1941، وكان ذاك الوقت في الصيف. خافوا كل اللي في المدينة، حتى أبراهام ووقوف اللي كانوا ماسكين مزرعة البطاطس هذه. وقاموا جابوا صناديق وجمعوا البطاطس هذه ودوها للقديس إسحاق، لأن مكانه كان بعيد وعشان يحتفظ بالبطاطس عشان ما يجيه أي شيء. ولكن يوم وصلوا هناك حصلوا نيكولاي بابيلوف مختفي بقصة غريبة. فقرروا انهم يخلون ابراهام ورفيقة اللي معاه انهم هم الناس المسؤولة عن بنك البذور الموجود هناك. وبعدها بأيام تحاصرت المدينة كلها وقطعوا الإمدادات وقطعوا كل شيء موجود يدخل لذيك المدينة، يعني من أكل وشراب وحبوب، يعني المدينة هذيك قريبة وتصير مدينة مجاعة. وهناك بدت أسوأ قصة حزينة موجودة في ذاك المكان للإنسانية. وهتلر ذيك الأيام كان طامع بزيادة، ويقول خلاص بعد ما أقطع الإمدادات وأقطع كل شيء 6 أيام وبيجوني الشباب الموجودين هناك داخل المدينة وراح يخضعون لي بسبب أني قطعت كل شيء عندهم. يعني كان هدف هتلر في ذاك الوقت أنه يسيطر على المدينة، وبرضه يقول أنه بعد ما أسيطر على المدينة كلها راح أهدم المدينة هذه كاملة. المدينة هذه ما أحتاج أنها تكون على الوجود. وكانت برضه خطة هتلر أنه ياخذ المحاصيل الزراعية الموجودة هناك كلها وبعدين يقفل على المدينة وكن ما في شيء صار. قرر هتلر في ذاك الوقت أنه يحط فرقة استخباراتية تدخل جوا المدينة عشان تسيطر على بنك البذور الأكبر في العالم. متخيلين في ذاك الوقت أكثر من 1000 شخص قتل في يوم واحد فقط. ولكن الموت ما كان يختار ضحاياه بسبب الانفجارات، لا، كان الموت
يذبحهم بسبب الجوع الموجود داخل المدينة هذه، لأن المدينة منعوا من دخول غذاء لها. أول شتاء لهذه المدينة كانوا المدنيين الموجودين داخل المدينة يبحثون عن الحبوب، وكان نادر وجود الحبوب، وكانوا في ناس يخلطون نشارة الخشب مع الحبوب ويأكلونها. ويقال في ذاك الوقت أنك تمشي في الشارع وتحصل الناس بهياكل، ما تحصل الناس بأجساد. ويقال رواية أن في شخص يروي قصة أبوه من الجوع، يقول أن أبوه يقول في ذاك الوقت وين جسمي لا أراه، يعني من قوة الجوع في الحرب ما عاد صار يشوف جسمه، فأكيد أنه كان في سكرات الموت أو في نهاية عمره. وحرفيا في ذاك الشتاء كان أسوأ شتاء مر على العالم، كان يموت 100,000 شخص خلال شهر. وكان الجيش الألماني داخل لذيك المدينة، وكان برضو داخل ذيك المدينة عائلة أو رب أسرة داخل ذيك المدينة، قرر أنه يدخل مع الجيش الروسي عشان يقاوم الجيش الألماني. فقصتنا راح تكون مع هذا الشخص اللي قرر أنه يساعد روسيا في اختياره بهذا القرار. كانوا الألمانيين يهدمون الجسور الموجودة في ليغنغراد، يعني وسائل التنقل الدخول والخروج من المدينة كلها مقفلة. والشخص هذا كان عنده مجموعة من 28 رجل موجود في ذيك المدينة، كانوا يقاومون الألمانيين ويتبهذلون داخل هذه المدينة. في يوم من الأيام صار في قصف على هذه المجموعة، قتل 24 شخص وباقي 4 أشخاص. قرروا الألمانيين أن يأخذون هذول 4 أشخاص ويأسرونهم داخل الغابة. خذوهم للغابة، والغابة هذه كانت كبيرة ومعروفة الغابات الموجودة في ذاك المكان، والحراس ذولي معهم كلاب ومعهم أسلحة وإلى آخره، يعني كانوا محصنين بشكل مرة كبير. حتى صارت عجوبة في ذاك الوقت، قدر ينحاش بوتين في داخل المستنقعات هذه. دخل داخل المستنقع وغاص داخل المستنقع، وكان معاه زي ما تقول عود مجوف من الداخل ويتنفس فيه إذا احتاج الأكسجين. قعد عدة ساعات ويقول كنت أسمع الكلاب تنابح، وكنت أسمع خطوات الجيش الألماني فوق راسي. وبوتين أصلا كان مصاب في ذاك الوقت. المهم بعد ما اختفت خطواتهم وكلابهم وأسلحتهم اللي كانت فوق راسه، قرر يطلع من المستنقع وكان مصاب بشكل مرة كبير. ومن ممر الصدفة حصل جاره موجود في هذيك المنطقة، فقرر جاره ياخذ المستشفى ويعالجه، وقعد في المستشفى ما يقارب من يوم إلى 3 أيام. طلع من المستشفى هذا وعلى طول توجه المركز حقه وقال لهم أني أنا تعبان وأحتاج إلى راحة وأبغى أرجع بيتي. طبعا وهو راجع البيت قاعد يشوف شاحنات تنقل جثث، وقاعد يشوف أموات حوله وفي ناس ماتوا من الجوع. بين هذه الشاحنات في شاحنة كانت تحمل بنت موجودة عليها، والبنت هذه كانت ميتة ومحطوطة فوق الشاحنة هذه. فلاحظ بوتين أن الحذاء اللي لابستها البنت نفس حذاء زوجته اللي جابه لها في عيد زواجه، فقال ما أدري أروح أشوف البنت هذه ولا أروح البيت وأشوف مرتي هل هي داخل البيت أو لا. قرر أنه يروح للشاحنة. بعد ما راح للشاحنة صار اللي موجود في الشاحنة صدق زوجة بوتين. قال ميدهم خلاص أنا راح أخذ زوجتي وراح أنقلها إلى مقبرة خاصة وراح نقبرها هناك. في اللحظة اللي كان شايل فيها زوجته كانت زوجته تتنفس بشكل بطيء، وقال لهم إن زوجتي ترى حية ونحتاج نوديها لأقرب مستشفى عشان يعالجوها. وصدق خذ زوجته في ذاك اليوم وبرضه راح لأقرب إسعافات موجودة عندهم وعالج مرته لمدة ممكن 3 أيام 4 أيام، ورجعت مرته لحالتها الطبيعية. وبعدها بسنتين في ذاك الوقت الحرب كانت تروي قصة حرفيا مرة صعبة على الناس اللي حولهم، وكانت قصص الحرب في ذاك الوقت منتشرة في روسيا، وكان الكل موجود في المدينة هذه، اللي فاقد أمه واللي فاقد أبوه واللي فاقد أهله كاملين، والعوائل اللي مالها أي نفس داخل البيت. وجاهم مولود وسموه فلاديمير بوتين. في طفولته وصفه جيرانه وأصدقاؤه بالقوة. حصل مبكرا على الحزام الأسود في لعبة الجيدو في 18 من عمره. تخرج من كلية الحقوق في جامعة ليرينغراد وأدى خدمته العسكرية في جهاز أمن الدولة الروسي. أصبح الملازم بلاتوف وهو الاسم الحركي لبوتين ضابطا في جهاز الاستخبارات السوفيتية الكيجيبي الذي كان اسمه يثير الرعب داخل روسيا وخارجها. ولأنه يتقن اللغة الألمانية عين ضابطا في ألمانيا الشرقية
وبقي هناك حتى انهار جدار برلين وعاد فلاديمير بوتين. ما يعني ان المصائب والفقر والحرب انها راح تنجب شخص عائب ويصنف فلاديمير بوتين على التوالي، يعني مرتين امريكا كانت صنفه من اقوى الشخصيات الموجوده حول العالم. الى هنا وصلنا نهاية قصتنا لهذا اليوم، أتمنى لقائي كان كويس وأشوفكم في أمان الله في مقطع جديد أو قصة جديدة. تابعوني على سناب، إنستغرام، تويتر. مع السلامة يا جماعة الخير.